والله يا استاذ حمدي انت على راسي، لكن يعني لا في شهاده ميلاد ولا مؤهل دراسي ولا موقف من التجنيد، دي حاله غريبه جدا سيدي. ما انا فاهم، عشان كده جاي لك انت يا فرود. خلصني بقى. طب قول لي الاسامي كده، انت اسمك ايه؟ زومبا. زومبا ايه ده؟ ايوه زومبا، انا عايز ارخصها زومبا. زومبا زومبا ايه؟ اسمها الثلاثي ايه؟ زومبا اسر ياسين. اشمعنى اسر ياسين؟ مادي. والله؟ اصل بعيد عنك ابوها بيت وش. والاستاذ؟ لذيذ ياسمين صبري. وده ايه ده بقى ان شاء الله؟ عادي اللي جه في دماغي. يا استاذ ما ينفعش، ياسمين ده اسم ست. يا ما اصل امه هي اللي ربته، واللي رب خير من اشترى. اكتب اللي رب خير من اشترى. يا سيدي ربنا يخليها له. اسم والده ايه؟ ادي له فرصه تانية بقى. ياسمين صبري. لذيذ يوسف. الاسم الثلاثي ايه؟ لذيذ يوسف ايه؟ يوسف الشريف. اصل هما اتولدوا في رمضان وبيحبوا يتابعوا المسلسلات وكده. تاريخ ميلادك كام؟ عندك كام سنه؟ 3 شهور. 3 شهور وتتم 25 سنه. هي مواليد شهر 11/95. وانت تاريخ ميلادك كام؟ انا ما اتولدتش يا ولد. عاوز يقول لك انا ما اتولدتش لوحدي، اصل هما توأم اتولدوا في يوم واحد. طب بقول لك ايه؟ خدوا الملفات دي واطلعوا اعملوا كشف الطب بتاعكم وتجيلي. سلام عليكم. حبيبي يا علوه. بقول لك ايه؟ هو احنا بنعمل ايه بالظبط؟ ولا تشيل هم، دي اجراءات مش اكتر. انا هاخدهم ربع ساعه وارجع لك على طول. لذيذ زومبا فولو مي. اوكي. حاضر. نزل التردد الجديد 11785. الاستقطاب راسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6.